كاين عنده واحد الطريقه اخرى حتى هي زوينه في الصراحه، هو ديك الشونيه الحاره، ديك المكرمه الصغيره السودانيه متوفر عند العطار. ناخذ دوك السودانيه اليابسه المكرمه اللي كتكون حاره وكيكونوا مزيودات صغيورين، غادي ناخذ الكميه نلقيوهم بيناتهم لا تكون هزيناهم وفيهم شي حاجه، وكنخليهم هكا وكنديروهم في قرعه ديال الدجاج تكون عريضه شويه، وكنخويو عليها كميه كثيره ديال الخل. يعني خدينا قرعه ديال الدجاج تكون عريضه شويه، وكناخذ ديك السودانيه الشونيه الحاره ديك اليابسه المكرمه اللي كتكون صغيره، ناخذ الكميه اللي بغينا وكنديروها في في في, في القرعه ديال الدجاج، كنعمروا هذيك القرعه ديال الدجاج كنخويو عليها، يعني الخل اللي غادي نديرو يكون غالب مغطينا ديك، مثلا درنا السودانيه كميه كنغطيو عليها، يعني الخل كيجي غالب كيجي فوق من هذيك بحال كنخويو عليها هذاك الخل، كنخويو على ديك السودانيه في قريعه وكنسدو وكنخليوها عادي، يعني فوق بوطاجير كنخليوها 3 ايام حتى ل 4 ايام، ما كنطحنوها ما والو، غادي تلقاو على انه داك الخل شرب هذاك داك القوام، يعني دخل في هذيك الشونيه الحاره، وديك الشونيه الحاره ملي كتحلي ديك القرعه كتبان بحال الهريسه، يعني كتبان بحال الا شفتيها، يعني فعلا انت انا تفاجات لانه كنسول فيها قالت لي راه ما طحنتها ما والو، الا شفتوها مثلا في الصوره كتبان وكانها مطحونه، فداك الخل كيتبخر يعني يعني كيتجمع وكيشرب هذاك الشونيه الحاره، وكنحصلوا على واحد الحار. هو في الاستعمالات ديال هذا الحار بالنسبه لام نادين، هو قالت لي على اساس انه الا دارت الطحان مشرملين يعني كدير شويه كتهز شويه من هذا الحار مع الخل، خيزو مشرمل اولا اي نوع من المقبلات، الشرمونات ديال الحوت فاش تبغي، اولا في الطاجين مثلا ديال الحوت، اولا اي حاجه مثلا اللي كتفيه اللي كنديروا فيها الشرمونه ديال المطيشه كتهز شويه، فكتهزوا شويه من الثومه وتهزوا شويه من هذا الخليط ديال الحار مع الخل. الكبده كذلك مشرمله، يعني مخيخات مثلا، فكاين استعمالات كثيره، فجربوا هاد جوج اقتراحات اليوم فعلا. يعني شفتوا من عند ام نادين كيشهيو، واكيد لانه تبارك الله كاين المستمعات اللي كيديروا هذه الطريقه، ما فيها باس نوريو المستمعات اخرين مثلا، ونتمنى لانه ان شاء الله ام نادين تواصل معنا عما قريب وتبعت لنا بالاقتراحات هكا، لانه هادو بخاتيك سهلين في متناول جميع السيدات، والطريقه سهله، يعني غير الثومه كنطحنوها مع الزيت البلديه، وملي كطحن كنديروها في قراعي وكنخويو عليها الزيت البلديه باش كنحافظوا على الثومه. وبالنسبه للحار يعني الشونيه ديك السودانيه المكرمه اليابسه ديك الحاره، ناخذوا مزيودات صغيورين نديروهم في قرعه ديال الدجاج ونخويو عليهم كميه غالبه ديال الخل، نسدو ديك القرعه مزيان تكون كتسد مزيان، ونخليوها 3 ايام حتى ل 4 ايام كيكون عندنا الحار واجد. يعني كنديروه بحال شرموله، كنبداو نديروه في استعمالات كثيره، وديك الساعه نتوما غتبداو ديروه في استعمالات اخرين وتعاودوا تقولنا يعني فاش لاق لكم.